المسائل باش تكون واضحه. اليوم انا غنذكر معك دابا الصفقه اللي مرحبا استاذ مرحبا مرحبا. الصفقه فيها ثلاث ديال جوج ديال المحاور اساسيه، كاين المحور الاولاني ديال الهدم، وكاين المحور الثاني ديال اقامه باركينغ ولا موقف للسيارات. أيه؟ وكذلك واحد المرفق ديال الالعاب ديال الوليدات الصغار. أيه؟ ديال المحاور. أيه؟ المحور الاول ديال الهدم، المساطر القانونيه احترمت بكل يعني تفاصيلها. كتعرفوا بانه هذاك المرفق هذاك الاوتيل صادرين فيه جوج ديال القرارات الجماعيه ديال الهدم وديال كذلك نزع الملكيه. علاش؟ يعني السيد اللي كان داير لوطيل لم يحترم كناش ديال التحملات. أيوه. وخلى لنا ذاك لوطيل نابت تما ووقعوا فيه مشاكل. هذا واحد. ثانيا خرجت اللجنه الاقليميه جوج مرات واوصت كذلك بالهدم ديال هذا لوطيل. وهذه اللجنه الاقليميه اللي كنقولوا اقليميه راه فيها البلديه وفيها العماله وفيها الوقايه المدنيه. أيوه. وفيها أيوه. السلطات المحليه وفيها كذلك سميتو الامن الوطني. أيوه. يعني كل هذه المكونات خرجوا وعاينوا هذاك الاوتيل بمناسبه كاش كان مات فيه هذاك السيد، كان تعلق هذاك السيد ومات تما. أيوه. لقاو منتحر. واوصت هذه اللجنه بان هذاك الاوتيل خاصو يحيد. هل المعطى الاول. ثاني باش نحيدوا الاوتيل اكيد هذاك ملك خاص ديال واحد السيد، خاص نزع الملكيه. جاو الناس اللي عند هذاك السيد ودار عند مراته بليطو اللي عندها البروكيراسيون وخداو من عندها، قالوا لها راه الاوتيل غادي يطيح وعطاتهم الاذن باش هذاك الاوتيل نحيدوا. سالينا الكلام ديال هذه المساله هذه، يعني المسطره القانونيه احترمت بكل شيء. دابا هذاك الاوتيل كان فيه مشروع سياحي. ايه. وكان خاضع للشروط ديال كناش ديال التحملات. حنا كجماعه اليوم اللي استفدنا منه هو ان حيدنا ان بوان نوار كان تما. كانت واحد النقطة سوداء كانت تما، انتم كتعرفوا هذا المكان. عارف كانت مقطع ديال المفسدين ومقطع ديال الاسبال والبيئة، ولا تشرف ان المدخل ديال المدينة الجديدة يكون فيها. بصح يكون هكاك. هذيك الحربة كاينة تما حيدنا. اليوم كذلك وهذا جاء اللسان ديال السيد معاذ الجامي، يعني العام الاقليم بمناسبة انعقاد الدورة ديال المجلس الاقليمي، قال بان هذاك الاوتيل اليوم اصبح متنفس ديال الباركينغ في المدينة، لانه كتعرفوا بان المدينة كتختنق بالمرور ديالها في الصيف، وكذلك كان غيكون فيها ان باركينغ. وأون ميم طون سوف يتم ترخيص لواحد المستثمر اللي غيدير فيه العاب ديال الاطفال، وهذه اول مرة كيدار هذاك هذاك المرفق، راه المرة الثالثة اللي غادي يدار. ثانيا هذه مسألة باش نكونوا واضحين فيها، العضو المستشار اللي كتهضروا عليه نائب الرئيس واش داخل في الصفقة ولا ما داخلش في الصفقة، أولا هذا الشيء لا يتعلق بملك عمومي. لما يتعلق الأمر بالملك العمومي ما عادش الحق شي واحد من المستشارين ولا من الرئيس ولا نواب الرئيس ولا من الأقرباء ديالو، الأولاد ديالو ولا الآباء ديالو ولا الخوت ديالو، أنهم يستافدوا من شي صفقة ديال البلد. هذه واضحة في القانون. ولكن لما يتعلق الأمر بواحد الاعتقار ديال الخواص هذا كلام اخر. نعطيك على سبيل المثال السيد رئيس المجلس الجماعي، وراه عنده في الحي الصناعي عنده زين ديالو. القانون ما كيمنعش شي واحد باش يدير استثمار في المسائل اللي سميتو. بالتالي مجموعه ديال الناس يمكن يستثمروا ومرحبا، الاستثمارات راه مرحبا بها، غير ما يتمش الاستفاده من شي حاجه ديال سميتو ديال الملك العمومي. ثاني هذا جرى عليه المسطرة ديال شي واحد اللي طالب ترخيص واحد الملك خاص ديالو، وخرجت اللجنة وعينت، وعاوتاني اللجنة اللي خرجت لجنة إقليمية فيها العمالة وفيها البلدية وفيها الوقاية المدنية، وقالوا بأن هاد السيد إلا احتار مكناش ديال التحملات غنعطيو هذيك المحل يستثمروا يدير فيه باركينغ ويدير فيه كذلك الألعاب اللي المدينة في حاجة إليها. من اللي غيحيد هاد الصيف راه الربح الكبير للمدينة الجديدة هي أننا سوف نسترجع إن شاء الله، إلا مشينا في المساطير ديال الملكيه سوف نسترجع هذاك المثل اللي كاين تما. وبالتالي المسائل واضحه قانونيا ما فيهاش شي خرق ديال القانون. واللي كيطلبوا الناس من العدل والتنميه تيقولوا الريع وكذا وكذا وكذا، لا هي نعم نحن ضد الريع ملي كيتعلق الامر بالاموال ديال الدوله، ملي كيتعلق الامر بالاملاك ديال الدوله، ولكن لما يتعلق الامر بالخواص هذا ما عندنا عليه سلطة وفي الحقيقة كنضمن القانون. شكرا 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 أستاذ الرهني. شكرا على والدك.